خلينا نبدأ ونتكلم شوية كده عن فكرة هنا الرحمة بالحيوانات. ليه أنا بفتح الموضوع ده في بداية كلامي؟ لأن امبارح كان في لقطة حلوة قوي وفيها رسالة للناس إن هي تبقى زي ما بتقال كده، يعني عندها إنسانية إلى حد كبير، يعني إلى حد كبير، وفي نفس الوقت عندها رحمة بالحيوانات. رسالة محترمة فعلا قدموها لاعبي فريق زانت لما دخلوا للملعب وهم شايلين كلاب شوارع، وده أعتقد كان قبل المباراة تحديدا بدقائق، يعني أمام فريق روستوف ضمن طبعا الجولة الـ 17 في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. الفكرة هنا أن الكلاب اللي كانوا شايلينها دي جاية من دور رعاية الكلاب المشردة، ضمن هناك كانت حملة اسمها الكلاب مكانها أفضل في المنزل، طبعا لتشجيع الناس على مبادرة تربية الكلاب دي في المنازل، والهدف من ده برضو توعية الناس وفتح المجال أمام الجماهير الحاضرة الراغبة بالعودة لمنازلهم ومصطحبة أحد الكلاب بتسجيل أسمائهم. يعني بجد اللي حصل ده كان رد فعل كمان جميل جدا من الجمهور عليه، وتفاعلوا بشكل يعني إيجابي جدا، وردود الأفعال على السوشيال ميديا كمان كانت أكثر من رائعة، وسائل الإعلام كتبت، فهي يمكن لقطة كانت سريعة لكن إحنا يعني بناخد منها رسالة، بناخد منها فكرة إن إحنا مش عايشين لوحدنا على هذا الكوكب. ناس كتير للأسف بتتعامل مع الحيوانات إن هي يعني حاجة ملهاش قيمة، حاجة ملهاش معنى، مفيش حاجة أو روح ربنا بيخلقها غير لما بيبقى ليها قيمة وليها معنى، ولازم إن إحنا نحترمها. يعني كانت لقطة بصراحة حبيت أبدأ مع حضراتكم الحلقة النهاردة ونتكلم عنها. وبالمناسبة كمان المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين، فيعني أعتقد لقطة حلوة، ونتمنى أن احنا كمان نشوف حاجات زي كده، مبادرات زي كده عندنا في مصر.